ومهما الشاب اللي مثلك غلط، البنت هي اللي بتعاني وهي دائما تتحمل الخسارة، وهي اللي رح يتدمر مستقبلها. هذا الشعور ممكن حدا يتحمله أبدا. نشكر الله إنه وجدان قدرت تكشف حقيقتك قدام الكل، والكل عرفوا كذبك بهاللحظة هي، وإلا لكانوا بناتي تبهدلوا وتدمر مستقبلهم وعاشوا حياتهم بجحيم. حتى ابن الشوارع ما بيعمل عملتك، انت شو فكر حالك؟ من أي عالم جاي؟ نحن محظوظين لأنه نجاح نفدت من الكذبة تبعك. كلياتنا نفدنا من هالكذبة، وهالشي رح يكون درس إلنا وما رح ننساه أبداً. قد ما بيكونوا أهله للشاب مناح وكويسين كمان، المفروض نتعرف على الشاب الأول لأنه هو اللي رح يتزوج البنت. بعدين تعا، أنت مين اللي عطاك الحق إنك تقيمهم لبناتي؟ بناتي مربيات وأنت ما بتستاهل ولا واحدة منهم، لأنه البنت اللي بتعرفك عن قرب لا يمكن إنها تقبل بواحد مثلك. وبس تبلش تحترم البنات وما تعتبرهم لعبة، وقتها يمكن تفهم أهمية العلاقات. أنت ما عم تفهم، بنات الناس ما نون لعبة عندك أبداً. شو هو ذنبهم بناتي؟ يعني شو فكر ما في حدا يدافع عنهم؟ حابة أقول لك، الشي اللي عملته رح يرجع لك بالنهاية، وأخطائك مسجلة بدفتر حياتك، والناس ما بتنسى مهما عملت ومهما قدمت لهم أعذار وأسف. ساعتها ما حدا رح يسامحك على أفعالك يا فيهان، وحتى لو حاولت ترجع ما عاد فيك لأنه الطرق بتكون تسكرت، وبكرة بتشوف. بسبب المحتالين اللي مثلك، الأهل ما بيسمحوا لبناتهم يطلعوا، وبيمنعوهم يختلطوا بالشباب لأنهم بيخافوا يكونوا كل الشباب مثلك. أنت وأمثالك مرض خطير بالمجتمع، مرض قاتل، ولازم الكل يوقف بوشكم ويحاربكم بكل الأساليب. لك يا ريتني صدقت اللي قالته وجدان من الأول. وجدان بنتي، أنا غلطت غلطة كبيرة بحقك. أنا قدامك هلأ وبعترف إني غلطت لما شكيت فيكي، بترجعك تسامحيني يا بنتي. لا يا عمي لا، الحق مو عليك أنت أبداً.